السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق الاتحاد وفريق النصر اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقناة المجانية الناقلة للمباراة. يحتل فريق الاتحاد المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 44 نقطة من 18 مباراة لعبها. أما فريق النصر فيحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 19 مباراة لعبها، ويستقبل فريق الاتحاد فريق النصر في الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 على ملعب الجوهرة المشيعة في الساعة 26 دقيقة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 27 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 28 دقيقة مساء بتوقيت السعودية. والقنوات الناقلة للمباراة هي قناة CC1 ST بتعليق سامر المعرفي.